مسرح مهرجان جزيرة السعادة يوميا ولمدة 10 أيام 23 فعالية على هالمسرح، حفلات غنائية، عروض، شوز، فؤاد عبد الواحد، محمد الشحي، الشاعر خالد المريخي، ومشاهير كثير. اليوم أنا وصلت على فقرة الراب، ما شاء الله عليهم هذيل رابر السعوديين الله يوفقهم. الله علي مايكل جاكسون من حيث لا أعلم. السلام عليكم، وش عندك؟ خفة وكذا؟ آه خفة وحركاته كذا. ورني ورني اختار أي ورقة فيهم. زين هذه أوه أوه أوه. زين طلعتها ايه أوكي تبيها؟ أي وشافوها أي ضيع الورقة ضيعها. بس أنت بس مجرد ما تقولي ستوب تطلع لك فيها. قولي ستوب؟ مو هذه لا يا الساحر ساحر ثاني. سوسو فوفو هذه سوسو هذه فوفو ها؟ اوكي اعطني سوسو اعطني سوسو اسمها نوها نبيل. اسمك نوها نبيل؟ نوها نبيل صدق نوها اسمها نبيل. اقول لك يعني اوكي صادف نوها بس نوها نبيل مع بعض وكان ما شاء الله عملاق عشان كذي راح نضطر نركب هذه ونفتر بالجزيره. وناس المكان يم الجنادريه وكل مكان فيه رشاشات كذي ردات فمو حر ابدا بالعكس الجو نيس. في جلسات طوال أيام المهرجان تعرض مباريات كأس العالم على هذه الشاشات العملاقة. صوب حديقة الطيور أكثر من 50 نوع من أندر أنواع الطيور من كل أنحاء العالم. صوري أكسر فيها طيب عصبي؟ يا سيدة ما شاء الله البينت بول. حلبة كاملة تلعبون بينت بول على كيف كيفكم. بس لازم قوة بيتين. نصوب الكور اللي هناك اوكي مصوبين صح؟ نجرب يلا هذه ما في امل بس نجرب والله كريمه ما ضبطت. اذا جايين جروب وتبون لعبه قويه هذه بينتلس. بينتلس تصير من غير الوان. Thank you.
ناس، في واحد ورا العمود. قاعد اشوش عليكم. الله، هني حلبة الكارتينج. يعطيكم العافية شباب. أكيد أكيد. يلا. ياكم شو ماخر، ياكم شو ماخر. أقول وين الموتر؟ وناسة بنات، سيبوا رفيجاتكم وتعالوا لعبوا سباق غني. وناسة ما شاء الله بنات السعودية للحين ما سكتوا، بغوا يسبقوني. لا اسبقوني، قولوا منهم ما شاء الله عليهم. ما شاء الله في سعوديات كابتن طيار، خافين عليهم من السواقة؟ راح يبدعون، راح يبدعون. 10-10 هتفي صح؟ ايوه 10-10. شوفوا التنظيم بجزيرة السعادة، هني في ما شاء الله باصات تنقلكم من وإلى البوابات عشان ما تمشون. هذا اسمه طريق الفن، طول أيام المهرجان يسوون فيه عروض بهلوانية، عروض خيل، استعراض، شيء ونس. وهي جزيرة السعادة تينن، المكان خيالي، باقي على هالفعالية تقريبا 7 أيام، صاير يم الجنادرية وايد ونيس. الحين عقب الوناسة واللعب بنتعشى هنا مطعم ومخيم الشواء. أول شيء شكرا على التنظيم الفنان. الإيفنت 6 أيام. الإيفنت يوم الأربعاء القادم إن شاء الله من الساعة 6 إلى 12 مساء. بكرة شنو عندكم؟ بكرة مين المطعم؟ بعد بكرة محمد الشحي، بكرة فؤاد. خالد فؤاد. بكرة خالد فؤاد. ناصر. محمد الشحي مع خالد المريخي، تخيل. خالد المريخي ومحمد الشحي عقب باكر. كل يوم في شيء هني في جزيرة السعادة. 10 على 12 والله لا تحاتون الجو، قلت لكم أنا جاية انصدمت هني الجو غير، يعني عشان برا الرياض ما أدري، عشان الرذاذ والتكييف والأجواء وناسة. صح يعني وناسة، الله يعطيكم العافية. إيفنتهم ولا غلطة، التذاكر موجودة أونلاين فيرجن ميجا ستور، وهني موجودة، وبحط لكم أكاونتهم إنستغرام وسنابهم، كابتشروا كل التفاصيل، كل شيء تبون تعرفونه عن جزيرة السعادة في ميدان فروسيا بالرياض والسنابات اليوم.